اوكي. اذا مشاهدينا السلام عليكم في هذا البث المباشر اللي كنقول لكم مباشره من حي ياسمين على مستوى لاكولين كما كتشوفوا بالصوره والمسجد ديال لاكولين. الموضوع ديال هذا التغطيه وهذا المباشر اللي كنقول لكم محمد يابريس عفوا، وهو ان السلطات اليوم حيدت الباريار من هذا الحي هذا اللي العمر ديال هذا الحي هذا تقريبا 12 سنه. معنا واحد من الساكنه غادي يعطينا الصفه ديالو ربما من السنديك او الجمعيه. تفضل الاستاذ شريف، عرفنا بالسميه ديالك. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم ديالي محمد صالح التدلاوي، انا من السكان ديال هذا الحي. للاسف الشديد ان هذه المجمعات اللي تبناو وكان عندهم واحد الدور اجتماعي وثقافي، فهاد المجمعات كان لازم يوقع العنايه بها، لان السكان ديالها هما يعني سكان ناس من اوساط المجتمع ومحتاجين كثير للدعم ومحتاجين كثير للراحه ومحتاجين كثير لهيئ الاسباب ديال الراحه ديالهم اليوميه. فهاد البارير اللي كنهضروا عليه الان هو التعمل من طرف الوداديه ديال الحي، لان هاد الوداديه ديال الحي كانت كتوفر واحد العدد ديال العمال بالليل وبالنهار، واحد العدد ديال العاملات يعني بالنهار اللي كينظفوا هاد السكان، وفي نفس الوقت مكلفين هما باداء ديال الاناره اللي هي في هاد العمارات، لان ما غادي يمكنش كل عماره فيها 16 و20 و25 ديال السكان، ما غادي يمكنش كل واحد نقولوا له في اخر الشهر اجي يعني تخلص الضو ديال العماره. فهاد الشيء مشى واحد الوقت كبير كان يعني الامور فيه يعني ماشيه، وهاد الباريارات اللي دايرينهم من اجل الامن ديال هاد المركبات، لان ما يخفاش عليكم الشيء اللي وقع الان يعني في من ناحيه ديال البطاله ديال الشباب ومن ناحيه ديال المدارس اللي هي يعني موجوده قريبه هنايا، وما يخفاش عليكم الناس اللي كيجيو يبيعوا بعض المواد اوقات الصلاه. اذا هاد الباريارات اللي دايرين لهم واحد الدور يعني رمزي، نقولوا دور رمزي كيخلي واحد النوع ديال الهيئه لهذا المركب على انه راه مركب خاص، في حين انه السكان ديال هذا المركب راهم كلهم سكان مواطنين كينتميوا للمجتمع المتوسط الفقير، ومحتاجين يعني باش تكون السلطه بجنبهم وتحمي يعني هاد المركب. واش يعقل انه الاناره ما موجوداش؟ واش يعقل انه هنايا الاناره العموميه يعني ما كاينه شيء وما كيجيوش يعني هادوك الناس اللي يعني مسؤولين باش يمكن لهم يقوموا بالدور ديالهم؟ في نفس الوقت ما تنساش بان هنا واحد المجموعه ديال قطاع ديال الارض الصغيره اللي هي فيها جريدات فين البلديه؟ المجلس البلدي فين هو؟ الناس المنتخبين فين هما؟ ما يدخلوا لا اللي ينظف ولا يدخلوا الناس اللي عملوا الاناره ولا يقوموا يعني بالاصلاحات وبالدور اللي هو منوط بهم، والمواطنين كينتخبوا هاد المسؤول باش يعتني بالبنيه التحتيه ديال الحي وباش يعتني يعني بالسكان. الغياب التام لهاد الناس، غايبين بصفه نهائيه، بحيث يعني ناهيك عن المرافق الرياضيه، ما كاينش ما كاين لا مرافق. غادي نناقشوا معكم ان شاء الله من بعد في برنامج صوت الاحياء الموضوع ديال الرئيسي الان. هذا الموضوع هذا للاسف اللي تحيدوا اليوم للاسف الشديد، للاسف انتم كتنوهوا به وانتم معاه ولا ضده؟ للاسف الشديد ان السلطه المحليه اللي جات زولت هذا الشيء ما استشرتش مع السكان وما عارفاش يعني الواقع اللي كيعانيو هاد السكان من جراء الناس اللي كيكميو كيدخلوا للمخدرات ويعملوا مسائل هنا لداخل. فجاو وقاموا بالدور ديالهم حساب المسؤوليه ديالهم، حنا ما تعرضنا لهم ما والو، لان السلطه حنا ماشي نتعرضوا لها، ولكن السلطه كان كيخصها تسول السكان وتحمي السكان بالدرجه الاولى. شحال العدد ديال هاد الحواجز عندكم هنا في حي سمينا بجوار لاكولين؟ هنا كاين سيدي ثلاثه ديال الحواجز بصفه أربعة ديال الحواجز،
والناس اللي بناو هذا الشيء، هذاك المفضل اللي بنا هذا الشيء في نفس الوقت هو براسو يعني البناء يعني ما ما ما, ما الطرقات وداك الشيء الى اخره كلها يعني كلها كتنوض وكلها كتهرس، فخاصة يعني الدوائر المسؤوله سواء السلطه او منتخبين خصهم يعرفوا يعني هاد الناس يعني هاد شنو خاص هاد الناس، هذا هو الدور. الا كنا يعني كنتعاونوا وكنشوفوا المستقبل ديال بلادنا وكنشوفوا المستقبل ديال وليداتنا وكنشوفوا يعني كيف خصنا يعني نكونوا، كيخص يعني شي يستمع لشي، اما غير نجيب السلطه ونبدا نهرس وندقدق هذا لا يعقل. حنا يعني ما استشروش معنا، ما سولوناش، سمعنا على انه هنايا كيكونوا حداكم التجار صحاب الكرارس، وهذا طبعا في غياب واحد السوق بلدي بالنسبه لهم. كيفاش غادي يكون الوضع مستقبلا مع الازاله ديال هذا البارير الان؟ لما زال هذا البارير الان غادي يولي الدخول لهنايا، دخول يا مبارك بحمارك كيف كيقولوا هذا المثل العربي، دخول يا مبارك بحمارك. لذلك الان الناس اللي ساكنين هنا والنوافذ ديالهم قريبه وحانيه، كيف غادي يكون يعني راجل جالس مع وليداته والنافذه ديالو قريبه والناس داخلين برانيين كيتصرفوا كيعملوا يعني اشياء اللي هي يعني غير مقبوله. لذلك احنا كنطلبوا يعني من هاد الناس اللي قاموا بهذا العمل يتحملوا مسؤوليتهم الماديه والمعنويه ويجيوا يردوا الامور كيف كانت كيف ما كانت. العدد ديال الشقق اللي كاينه في حي ياسمين بجوار لاكولين هنا هذا ديال الشقق الى جينا نحسبوا هنا راه اكثر من 2000 ديال الشقق ديال نعم. هنايا نعم. والى جينا نعملوا غير معدل ديال 4 او 5 ديال الناس ساكنين في كل شقه واش شحال يعني هنا ديال البشر. ولذلك يعني والناس معانين نعم، الناس معانين وكيقلبوا على العمل وكيقلبوا على فين يقري ولادهم، ما كاين لا موقع الدراري اللي يراجعوا فيه الدروس ديالهم ولا يعني مساله ثقافيه يعني اللي يمكن لها يعني ترفع المستوى ديال السكان، حتى حاجه اللي يمكننا يعني نفيدوا بها يعني نفوسنا كمواطنين ونفتخروا ونعتزوا يعني بوطنيتنا ونعتزوا بالعمل ديالنا. لذلك للاسف الشديد انا مازال يعني كنأكد كيوجب على هاد الاخوان اللي جاوا وتصرفوا هاد التصرفات، هادشي كيتكلف واحد المصاريف اللي هي حقيقه مصاريف يعني ماشي سهله، ماشي يعني يعني بكل سهوله يعني نهرسوا بكل سهوله نكدسوا، لا يعقل هادشي الى اخره لا يعقل. وحنا كنشوفوا هاد الشجر ضايعين والغرس يعني ضايع لانه البلديه ما قايمه شي بالدور ديالها. كنطلبوا من 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 القائدة ديالنا المحترمة. خليك معنا شريف تفضل. شريف واحد من السكينة. هادو حيدوا لنا هاد البارير راه غادي يولوا يدخلوا علينا هنا الشمكارة، الناس راه كيجوا هنا يبقاو يسكروا حدانا هنايا، عرفتي شناهي الهضرة الخايبة، السكان كلهم كيسمعوا هاد الشيء، ولا دوريات ديال البوليس لا حتى شي حاجة كتجي عندنا هنايا، والو ما كاين حتى شي حاجة ما كاين. الكاميرا ترى كتشوف الكاميرا. ما كاين لا كاميرا، ما كاين لا كاميرا لا والو. ما خدامين ما دايرينش كاميرا. ما خدامينش. هادو اللي حيدوا هاد الشيء لأن مش معقول هنا. ولكن كان عندكم الأمن والأمان بحكم أنه كان البارير هنا. البلاد كان البارير كنا محميين، دابا ما بقيناش محميين، غادي يبقى يقول أي واحد يجي لنا. كل واحد يجي لنا. أنت شوف الأطفال شوف شحال ديال الدراري. نعم. أنتم. لا باه شوف الاطفال يعني ها هما دابا مولاش كيدخلوا هادو ما يعني عندهم ما مر اخر كيمروا منه دابا الان يعني الاطفال وكل شيء الى اخره. وهذا النوافذ اللي هي حانيه كثيره بزاف يعني غادي يوليو اللي ساكن فيها راه ساكن في الزنقه، بحيث اللي غادي يدوز غادي يمكن له كيف غادي يكون راجل في قلب الدار ويجي واحد من على برا ويلوح عليه شي حاجه لداخل، ما عنده باش يلحقوا ولا باش يهضر معاه ولا باش يتكلم. يعني الرساله ديالكم الرسالة ديالنا يعني بما أننا احنا قايمين بواحد الدور يعني اجتماعي فيما بيننا كسكان، كيوجب على الدوائر المسؤولة يعني السلطة المحلية ديالنا الله يكثر خيرها والناس المنتخبين، كيوجب عليهم وكنطلبوا منهم وكنوجهوا لهم هذا النداء باش يهتموا بهذا الحي بالطرق ديالو بالإنارة ديالو. ودابا أنا راجل مسن في عمري 83 سنة وصحفي قديم بالمحمدية كما قلت أنا يعني السيد راه صحفي كبير أول مرة ربطو. أنا راه بديت كنكتب في الصحافة في عام 57
1957 يعني من بعد الاستقلال بسنة 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 تماما 56 الاستقلال المغرب كان في عام 55 ومن بعد يعني في مهنة المتاعب يعني في البداية ديال ما كانتش انا كنت كنقرا في جامعة القرويين ودوزت البكالوريا ديالي في عام 62 وكافأت في الحقوق اشتغلتي في طالعة قلتي اشتغلت يعني في واحد العدد ديال الصحافة اللي كنت يعني كنا كندعمو وكنت رئيس ديال جمعية ديال التلاميذ وكنت كنخرج مجلة ديال المعرفة سميتها المعرفة بالعربية والفرنسية وكنبيعوها ب 50 سنتيم داك الساعة 50 سنتيم 50 سنتيم باش كنا كنبيعو يعني المجلة مطبوعة بالعربية وبالفرنسية. إذا كنحييوك شكرا. معنا واحد الشاب اللي غادي يتكلم لينا على رفع الحواجز. السلام عليكم. أنا من الساكنة ديال ياسمين قديمة هنايا ساكن من 2004. واحد النهار طرا هنايا واحد المشكلة البريارات كانوا محلولين. جاو واحد جوج دراري ما عندهم هذاك موطو بيكان ولا ما عرفتش شنو سميتو موطور بحال بيكالا جاو دخلوا من هنايا بزاد واحد الدريه كانت واقفه هنايا وما يهزوا دابا مع وقفوا هنايا جابات جايين باص دايرين وقفوا على واحد الدريه هنايا وما يديو ليها التليفون ديالها جمعوا الناس على الاقامات كاملين وتفاهمنا قلنا هاد البارياراش غادي تسدوا سديناهم ولاو ريزيدونس فيرمي هنايا كانت مزيانه ليكم كانت مزيانه ملي سديناهم ما بقاوش كيدخلوا اي واحد عنده موطور ولا اي فهمتي مابقاش اي واحد كيدخل هنايا اللي ما ساكنش هنا مابقاش كيدخل هنايا نظمات القضيه وتامنات القضيه دابا جاو حيدوا لينا هاد البارياراش هادو عندنا وليدات صغار عندنا دراري صغار مش فهمشي دابا اي واحد يولي وبنادم يدوز من هنايا بالطوموبيل يمشي يجيب دوره في الدرب ما فهمناش علاش داروا معانا هذا الشيء والله كيضرب واحد السرعه غادي يوليو يجيو ويدخلوا من هنايا بواحد السرعه لا اله الا الله ما عرفتش علاش داروا معانا هذا الشيء والله شكرا. اذا مشاهدينا صافي اخر كلمه انا يعني اخر كلمه اللي كان نوجهها هو انه الامن ديال المواطن وديال هذه الامه مرهون يعني بالدوائر يعني المسؤوله وبالمنتخبين كيخصهم يعني يتحملوا مسؤوليتهم وحنا يعني حتى حنا كمواطنين محملين يعني المسؤوليه ديالنا ويوفروا لنا المسائل الاجتماعيه يوفروا لنا يعني الاماكن فين نوضعوا الازبال دابا الان يعني خصني نمشي نسافر انا باش نوصل الزبل ديالي لا انا ولا الناس اللي هما يعني مسنين يوفروا لنا الاناره واش يعقل انه الان الاناره ما كايناش والناس مالين المسؤولين على هذه الاناره عينا نتصلوا بهم حنا نوعدوكم في العشيه غادي نجيو نديروا واحد الروبورتاج بخصوص انعدام الاناره بحي ياسمين اذا اول مره عرفت بالليل لانه ما تلقينا الشكايه صراحه من عند المواطن اليوم غادي ندير واحد الروبورتاج بالليل حول الاناره كنتمنى شركه ليديك قبل العشيه تجي تصوب الاناره ديالها ودير العمل ديالها اذا ناخذ اخر كلمه في نفس الوقت حتى مالي الماء الصالح للشرب راه الماء مولوات كيجي عامر يعني بالتلوثات فالله يكثر خيركم كل واحد يتحمل مسؤوليته امام الله ويقوم بالواجب ديالو لانه اللي ما خافش في الدنيا يخاف من العقاب ديال الله سبحانه وتعالى وكنشكر خوما استاذي الصحفي شكرا السلام عليكم اخر كلمه حنا خويا كنطلبوا هنا دوريه ديال البوليس ولا بوست ديال البوليس يكون هنا لان حنا ما عندناش هنا تامين هنا لان ما تكون شي حاجه تنعيطوا للبوليس ما كيجاوبوناش ما كيجوش كاع ما يلبوش الرغبه ديالنا كيفاش غادي نديروا حنا واش حنا غادي نوضوا نضربوا مع عباد الله السكيريه وداك الشيء هذه هي الكلمه الاخيره ديالي يلا الله يعاونكم شكرا الله يعاونكم اذا مشاهدينا كنتوا معنا من امام حاجز من الحواجز ديال حي ياسمين بجوار لاكول جروب ياسمين مجموعه ياسمين كيتسميو هنا جروب ياسمين اللي تاسس تقريبا هذه واحد 14 ولا 16 سنه كما كتشوفوا كما قال لنا اكثر من 2000 شقه اللي كاينه هنايا اليوم السلطات قامت بازاله احد هاد الحواجز هذه ربما في انتظار ازاله باقي الحواجز اذا دمتم بخير والى اللقاء في بث مباشر اخر